هذه القنبلة الموقوتة التي تقبع في على ساحل الحديدة، تبعد من الحديدة 60 كيلو، ومن ميناء رأس عيسى 8 إلى 10 كيلو. هذه الكارثة الحقيقية التي يراها ويسمع عنها العالم، ولكنهم لا يتوقعون ولا تدرك مخيلاتهم ما مدى هذا الضرر الجسيم الذي سيحل بمنطقتنا والعالم بشكل عام. هذا الخطر وهذه الكارثة ستكون عالمية لا قدر الله إن حدثت. لماذا؟ لأن أمور كثيرة ستحدث، حتى وإن كان هناك يعني آلية ومشروع لهذه الكارثة وجمع تبرعات، لا، هذه كلفة التعافي لو حدثت لا قدر الله ستكون عالية وباهظة، ناهيك عن أن مدتها ستكون بطيئة، وأيضا إمكانية الرجوع للحياة الطبيعية ستكون صعبة. أولا نرى كيف أن صافر أصبح عنوان للابتزاز الرخيص. هذا هو المد الصفوي، هذا هو ما تفعله إيران، تجعل من صافر ابتزاز رخيص لدول المنطقة، لا يهمها اليمن، لا يهمها حتى الحوثي الذي تم تطهيه في اليمن وخان أمته وخان أرضه وخان هويته اليمنية والعربية، لا يهمه هذا الأمر. الحوثيين لم يدركوا بعد أن موضوع صافر لم يعد ورقة ضغط سياسي، وليست بقيمة الـ40 مليون دولار قيمة النفط فحسب. الموضوع أكبر بكثير، الموضوع يرتبط باسم اليمن. كما لماذا؟ لأن في أمور آنية وفي أمور مستقبلية. الأمور الآنية الجميع يعرفها وسنتحدث عنها، ولكن الأمور المستقبلية أنه سيرتبط اسم صافر باليمن للأبد، مما سيجعل شركات النفط العالمية والاستثمار ستغير يعني استثمارها في اليمن، سيعيدون النظر في الاستثمار في اليمن حتى في المستقبل، في العقود المقبلة، بغض النظر عمن يحكم اليمن حتى في العقود التأمين، المقبلة. التأمينات سترتفع تكلفتها. نعم، تعطيل الحوثي لكافة الجهود، جهود الأطراف ذات العلاقة للوصول للخزان العائم، ومنعهم لتقييم الخطر، ومنع كارثة على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي.